بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله الصيام والقيام. اليوم عدنا نرجع للبجاية مرة أخرى، هذا البئر رقم 193. طبعا هذا البئر كذلك يعني العمق وأنه كان موجود، يعني كان موجود، يعني درنا البئر الأول ما كانش كاين الماء، وهذا اللي ضعفنا الآن، يعني ضعفنا في المجهود والتمويل، ولكن ما حبيناش نخلو المنطقة وزدنا يعني غير تما بجانبها درنا البير الثاني. لهذا تشوفوا يعني هذا العدد الكبير، يعني اللي هما خمسة تاع المحسنين. هذا البير 193 شوفوا معنا إن شاء الله في هذا الفيديو. ما تنسوش الدعوات لهؤلاء المحسنين، ثم نعود إن شاء الله ندعو لهم الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنهم إن شاء الله. الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله اللي وفقنا ربي باش كملنا المشروع هذا، البئر ارتوازي هذا بعمق 118 متر وخزان مائي ب 12000 لتر. يعني لعود نحيو شويه الازمه تاع المياه اللي كانت هنا في القريه هذه، اللي كانوا يعانيوا من نقص الماء، والمسجد اللي كان ثاني بدون ماء، على اللي راه على وشك الافتتاح، يعني غدا او بعد غد يتم افتتاح المسجد عمر بن عبد العزيز بقرية ولاد الشوك. يعني نشكر المحسنين والمحسنات هذو اللي شاركوا في هذا البئر الارتوازي هذا، ونشكر كل من شارك في هذا البئر، ونتمنى إن شاء الله ربي يعوض لهم كما أنفقوا، يعوض لهم ربي إن شاء الله. نرحب بضيوفنا الكرام، سواء من قناة الشروق أو من أعضاء الجمعية التي ساهمت في بناء هذا الصرح وهذا المشروع، مشروع الماء الذي كنا نعاني منه منذ سنوات عدة ونحن نعاني من الجفاف. فاليوم الحمد لله نشكر كل من ساهم في إنجاز هذا المشروع الذي يعود علينا بالفائدة، وخاصة جمعية وافعلوا الخير وجمعية التضامن والإسعاف لمنطقة دردرة وضواحيها. هذو المحسنة الأولى. طبعا كما قلت أن الماء هذا نقص، يعني في البئر الاول اللي درناه نقص، يعني ما دفعنا لحفر البئر الاخر قريب منه، والحمد لله كما صرا في مناطق اخرى الماء ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. المحسنه لويزا بوقسور صدقه عليها وعلى زوجها شكيرد نور الدين وعلى والديها المجاهد محمد وجميله المدعوه فتيحه واولادها، فنسال الله العلي القدير ان يتقبل منك وأن يجعل هذا في ميزان الحسنات، وربي يحفظ لك هذه الوليدات يا رب المنورين ما شاء الله عليهم. والمجاهد طبعا كما قلت يتوقف وراه قدامي يسلم له على راسه، ربي يحفظ المجاهدين تاعنا إن شاء الله. طبعا هذا المحسن العمر تاعها 69 سنة، من الناس اللي يحبوا البرنامج طبعا الجيد تاعنا كامل، ولو أن 69 سنة أنا بالنسبة لي يعني في هذا الوقت يعني ماهيش كبيرة. فمسكينة ما كانش قادرة باش تلايم هذا المال، وكان حلمها وبدات بشويه بشويه بشويه، كان عندها شويه عدها باعته وجمعت المال وقررت المساهمه في هذا البير، فجزاها الله كل خير. طبعا ندعو لها لاولادها بالصحه والعافيه والدعاء بالتيسير بحجه، لان قالت خمس خطرات وهي ما تخش في القرعه تاع الحج، فنسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر لها السبل، يفتح عليها الابواب، يجيها ان شاء الله باسبور مزروط من تاع الاخر، او ان شاء الله تخش في القرعه بعون الله تبارك وتعالى. وخوها البشير بالصحه والعافيه والرحمه للوالدين يا رب العالمين. المحسنة الثانية جميلي بدرة صدقة عليها وعلى زوجها جميلي عبد الحميد ووالدتها عبد الدايم الخامسة، عمرها 70 سنة هذه الحاجة ما شاء الله عليها، متابعة البرنامج، وبسبب وفاة رجلها زوجها قررت المشاركة في هذا البير والدعاء بالرحمة والغفران والشفاء لأمها. ما شاء الله عليك الحاجة، وفية لهذا الرجل ودرتي واش لازم، وهذه هي أحسن سقي أحسن صدقة سقي الماء، جزاك الله كل خير. المحسنة الثالثة شقيفة بختة،
هذه من وهران صدق عليها وعلى كل عائلة الشقيفة قبول العمل. نسأل الله تبارك وتعالى عائلة شقيفة خاصة الحاجة بختة أن يتقبل الله منا ومنك، يتقبل الله عملك والرحمة لابنتها والحفظ إن شاء الله والصون يا رب العالمين. المحسنة الرابعة تليلي فريدة صدق عليها وعلى والدها محمد العيد ودرويش فاطمة، كان حلمها إنجاز هذا البير، لكن نظرا كما قلت كما صرا الأخرى نظرا لقلة المال يعني بدأ الحلم يراودها، ولكن بمجرد باعوا واحد الدار يعني ودات حقها من هذه التاركة وجابت المكتوب يعني وساهمت في هذا البير، جزاها الله كل خير، ربي عز وجل وفقك الحاجة. تدعي لولدها كذلك محمد بالهداية والتوفيق، اللهم ثبته وهدي إلى صراطك المستقيم. الخامسة والأخيرة المحسنة عميور مليلة صدق عليها وعلى والديها وزوجها ووالدي زوجها وأخواتها وكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فجزاك الله كل خير الحاجة. وسمحوا لي إذا قصرت في الدعاء لكم لأن الوقت يعني موجز وما عندناش الوقت، ولكن الله يعلمكم والناس المؤمنين يدعو لكم وكاع اللي راهم صايمين إن شاء الله، نقول لكم الله يجعلكم من أهل الجنة، الله يغفر ذنوبكم ويكفر سيئاتكم ويقبل منكم إن شاء الله هذا الصيام. وتحية الجزائر، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.